مصر ما خرجتش من التصنيف العالمي، مصر في مركز متأخر في التصنيف العالمي، وده سهل قوي لو تدخل على جوجل وتشوف التنافسية العالمية يطلع لك في دقيقتين، يعني الحوار ده مش محتاجينه خالص. لو اي حد دخل جوجل يتحقق من معلومة، فما ننشرش حاجة من بق البق. اوكي، دي اول نقطة. تاني نقطة، مصر في كذا تصنيف للتعليم، هي داخلة في الورلد ايكونوميك فورم، منتدى الاقتصادي العالمي، ده موجود وسهل قوي. الباقي احنا مش مشتركين اساسا، يعني او اي سي دي مثلا دي مؤسسة في فرنسا، بس الدول معينة احنا مش عضو، فمش معنى ان احنا مش في الليستة ان احنا خرجنا، احنا اصلا مش عضو، احنا اللي بنطلب ندخل في التصنيف او لا. فاحنا كوزارة طلبنا نخش في تصنيف اسمه البيزا وتاليس وتيمز، دول بياخدوا سنة او اتنين بقى عشان يبانوا، فاحنا هنطلع في كل التصنيفات دي، انما ما خرجناش ولا حاجة. مشكلتنا ان احنا في نقطة اقل مما نحب نكون، يعني في جودة التعليم.